اليوم بدنا نعمل فلوج تاني. يعني فلوج. مرحبا. Good morning. اليوم رح نعمل فلوج تاني. عنا يوم فل داي برام الله، طالعين هلا نفطر مع العيلة ومع الأولاد. قولوا هاي. إيش لنعمل اليوم؟ فلوج. فلنا نعمل فلوج، وراح نشوف كرمة وراح نشوف العيلة بعد شوي، فيوم مليء وراح أصور لكم كل إشي، فستي تون. انا هيك قلت لك تمسك التليفون. طب قعد ساعه هيك؟ علمي هيك ايه هيك لا لا كيف لا لا, لا. اوكي احنا هلا اوكي هاي كارما اللي بتعرفوها من قبل، للي ما حضر الفلوج الاول يروح يحضره. فيلم قصير ومبدئيا 25 ما هو بزبطش تزمر لي، يعني شو اعمل شو اعمل. سو احنا هلا خلصنا فطور بعد ما كارما نسفت الطاوله كلها، خلاص رايحين على القدس بكمامات. انت ليه لابسه كمامات؟ بعرفش كمامه، انا وياك دائما بوجه بعض. انت كثير تحب تقول لهم هلا ايش صار؟ ولا استوش مع واحد. شفتي كيف طلعني؟ الزلمه اوحلي، انا على طلعه في قدامي سيارات عم تطلع عم بزمر لي وعم بيقاوحني وهو راي مش شايف. طب يلا ميوزك يلا. It is time to say goodnight to Napoli. عفوا ليش في كرسي في نص الشارع؟ تقعد هون في نص الشارع. هي كثير بانس طالع. لا طب اوكي حطها، انا ما بقول لك حطها على بطنك. وين الزكيتة؟ هالقد يعني طالع ناصح. اوكي حط تعمل. سوري 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 مش شايفك كنت انه خاشش علي وبزمر لي. كيف يعني خاشش علي وبزمر لي؟ طب بزبط يطلعني وما اسوء. وين يطلعك؟ ايش بدك يا مات؟ يطلعني ورا. زمر ليش؟ طيب احنا هلا عم نروح على منطقة مطل حلو بالقدس. نور احنا وين رايحين هلا؟ نروح على مطل. اذا وصلنا هو اسمع منروح اذا وصلنا لانه شفت البريك الاخير. بعدين هو هذا الاشي، وبعدين كان مطوي ضو هذا اللي بيعمل هيك. اللي بيعمل هيك. السيارة الضوء اللي انه السيارة عاملة هيك. عم بتوتر انه احنا هلا على ارتفاع 6000 متر وعجلك ملفز. طيب هلا رح نعمل هايك صغير بعد هون، رح نروح نتمشى ونضل نورجيكم الطبيعة. اللي ما بعرف فلسطين هاد واحد من جبال القدس. يعني أنا معروف إني مش شخص رياضي، وبدهم ياخذوني هايك فيها طلوع. إجا الخيال. وين رايحين؟ ننتحر أبانتي لأنه فيش إشي غير خلا وعم بضللك تنزلي فينا. وين رايحين؟ الله أعلم. أنا هلأ وصلت المحروسة على رام الله ورجعت من القدس لرام الله، وإحنا ماشيين هيك كنا عاملين حالنا مش شايفين إشي. بعدين شو بطلع لنا؟ عايزين نشوف شو بطلع لنا. شفتي بطلعت أرسين؟
شفتوا هذا المنظر؟ اه شفته، انا عم بسوق طلعت على الرصيف هيك كنت عامل بزنة السيارة هيك عامل. فهلأ رح نعمل قهوة ونقعد نعيط لأنه مودنا تعبان كتير. المهم الأولاد هلأ نايمين وأنا وكرمة عزم ضلنا نوشوش عشان ما نصحيهم صح؟ يس سر. ليش أنا عندي أولاد قبل ما أتجوز؟ ليش إحنا عنا أولاد؟ ليترلي ليه أنا مضطرة أو ليه أنت عندك أولاد؟ ما بعرف بكره عائلتك. صباح الخير، احنا اليوم الثاني في رام الله وهنا في روابي، جبت قهوتي ولابس ماسكي وعندنا يوم حافل مع كرمة برضو، بدنا نروح نسترد في القطان وبعدين رح اروح القدس. طيب هيني انا هلا طلعت من بيت اختي وهيني رايح على القطان على اساس اشتغل مع كرمة. طبعا اي جمله اشتغل مع كرمة لو كانت في اللغه العربيه غير قابله للاعراب اساسا لانها خاليه من الصحه، لان رح نصفي نضحك وانا عارف هذا الموضوع ونلعب. طيب يا اخوان انا جيت المفروض هون اشتغل، لقيت كرمة موجوده، تعرف شو لقيت معها؟ ايش وين احنا؟ بالمطال في مؤسسة عبد المحسن القطان. كتير زاكرة. ورح نستغل ولا ما رح نستغل؟ بعد ما نعمل صحتين. طيب انا صار لي ساعة هون، تذكر شو حكيت بالسيارة انه ما حنشتغل؟ الخطوة الوحيدة اللي عملتها اني طلت اللابتوب، هذا الاشي الوحيد اللي عملته، ما اشتغلنا بس عم تحكي. شوفينا طالبين راوند تو اكل. كرمة بدك تاخذينا على تور على وين؟ احنا هلا في القطان، نسيت شنطتها برا. بعرف كنتوا متوقعين اصور لكم اشياء انترستينج وانا بشتغل الشغل مع هاي البني ادمه. ورجي وجهك للناس، احكي لهم انا ما خليته يشتغل شيء. ايه وضع وجهي صار كثير سيء، يعني اصلا احنا اليوم ما كان مفروض نشتغل لانه ما في داعي. لا في داعي كثير. هلا انا مضطر اروح اضل سهران للستة وجه الصبح عشان اشتغل. انا مش مضطر اعمل. طيب فاحكي لهم باي، هذا كان يوميني مع كرومة في رام الله والقدس وكل محل. بنشوفكم المرة الجاي، وزي دائما ما تنسوا تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وتضغطوا على الجرس لتشوفوا كل الفيديوهات الجديدة. بشوفكم المرة الجاي.